هذه مناسبة عظيمة لكل مواطن سعودي، مناسبة نفتخر ونعتز فيها منذ تذكرنا دائما بالملحمة التاريخية للملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية طيب الله ثراه، توحيد هذا الكيان العظيم، تذكرنا أيضا وتباهى أيضا بكل الإنجازات التنموية العملاقة التي قامت المملكة من عهد المؤسس طيب الله ثراه إلى عهد الملك سلمان حفظه الله ورعاه. العلاقة المصرية السعودية طبعا غنية عن التعريف، علاقة قوية جدا وعلاقة مستمرة، ونأمل دايما أنها تتوطد وتبقى أقوى وأقوى وتعززها في جميع المجالات. فلسطين والسعودية تاريخ مشترك ودم مشترك، جبل على ثرى فلسطين على مر العصور، ونحن نتمنى للسعودية كل الخير والتقدم والازدهار. جينا هون عشان نعايد أهلنا بالسعودية بعيدهم الوطني، ونطالب منهم بالدعم الأكبر لفلسطين والقضية الفلسطينية. نحب نحيي النهضة اللي تعرفها المملكة في مجال التنمية، في مجال علاقاتها الخارجية بأشقائها العرب، وإن شاء الله اليد في اليد نكونوا نحاولوا يعني بقدر المستطاع أن نخدموا مصالح العربية المشتركة. المملكة لها مكانة مميزة وخاصة بقلوبنا جميعا، ونتمنى أنه نشوف السلام عم بيعم بمنطقتنا كلها. عينك على العالم.